ذهب إلى الكهان والعرافين، جاء التحذير منه في قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وغلظ ذلك تغليظا شديدا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى كاهنا أو عرافا، والكاهن والعراف هما من يخبر بالأمور المغيبة، سواء كانت غيبا نسبيا وهو الغيب الذي يخفى على الإنسان وقد يعلمه غيره، مثل لو سرقت سيارتك ما تدري من السارق، لكن السارق وشركاؤه يعلمون، هذا غيب نسبي وليس غيبا مطلقا. لكن الغيب المطلق هو ما كان في مستقبل الزمان. فهذا أو وهذا وذاك كلاهما السؤال عنه يدخل في الوعيد المذكور. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد الاتيان، الاتيان والسؤال، ولو لم يصدق ولو لم يقبل قوله، ما دام أنه سأله مستعلما وليس مختبرا أو ليبين كذبه، إنما حتى العابث الذي يعبث يقول نشوف شو بيقول على وجه العبث لا على وجه الاختبار وبيان كذبه، فهذا يدخل في الحديث. لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ومعنى لا تقبل له صلاة 40 ليلة أن الوزر المرتب على هذا الفعل يحبط أجر صلاة 40 ليلة. تصور يعني صلاة هي أعظم الأعمال أجرا عند الله عز وجل، وفي الذروة من صالح العمل. إذا حصل من الإنسان أن أتى كاهنا أو عرافا فسأله سواء عن غيب مطلق يتعلق بالمستقبل أو عن غيب نسبي خفي عليه وقد يعلمه غيره مما وقع، فهذا داخل في هذا الوعيد. وأما إذا صدقه فهنا يدخل فيما جاء في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه، صدقه يعني قبل خبره واعتقد صدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد.